الأخوة المشاهدون الطلاب والصيادلة والأطباء والباحثون والزملاء وكل من يحب العلم والتعلم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يلا نذاكر. نحن في مراجعة لمادة الفارماكولوجي، وفي درسنا السابق تعرفنا على السيرتونين وأهميته. درسنا اليوم هو تكملة لدرسنا السابق، وهو حول الأدوية التي تعمل على السيرتونين، وتحديدا الأدوية المثبطة لاسترداد السيرتونين الانتقائية، أو ما يطلق عليها بالـ SSRI. فابقوا معنا. Thank you.
أهلا وسهلا بكم من جديد. الآن ما هي الأدوية التي تعمل على السيرتونين؟ هناك العديد من الأدوية التي تعمل على تنظيم مستويات السيرتونين في الجسم. تستخدم هذه الأدوية لعلاج مجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية. من بين هذه الأدوية التي تؤثر على السيرتونين أو تحديدا هي لدينا المجموعة الأولى، مجموعة مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية، والمجموعة الثانية هي مجموعة مثبطات استرداد السيرتونين والنور إبنفرين، والمجموعة الثالثة هي مثبطات المونوأمين أوكسيداز أو ماو إنهيبيتورز مثل الفينيلزين، سنتعرف عليهن إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. وأيضا لدينا العقاقير المشتقة من التريبتيفان مثل التريبتان، مستخدم في العلاج الوقائي للصداع النصفي أو المجرين. المجموعة الخامسة لدينا الأدوية الأخرى مثل الترازودون المعروف بالاسم الديسيليريل، والمستخدم في علاج الاكتئاب واضطراب القلق، وأيضا الترامادول المسكن والمضاد للفطريات السيرتونين، واللاكترين كيوميا المستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق. هذه كانت المجموعات الرئيسية من أدوية التي تؤثر على وجود السيرتونين وكميته في الجسم. اليوم إن شاء الله في درسنا سوف نتعرف على مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية بالتفصيل. إذا ما هي مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية؟ هذه المثبطات هي نوع من الأدوية التي تعمل على زيادة تركيز السيرتونين في الدماغ بمنع استرداده من خلايا العصبونات، وبالتالي يتم زيادة وجود السيرتونين في المشبك العصبي وتعزيز تأثيرها العصبي. تعد مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية أكثر فعالية وأكثر انتقائية مقارنة بأدوية أخرى مثل مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية والنور إبنفرين، حيث تعمل بشكل أكبر على منع استرداد السيرتونين فقط دون التأثير على استرداد النور إبنفرين والدوبامين. هذه الأدوية تستخدم عادة في علاج اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب واضطراب القلق العام واضطراب ما بعد الصدمة أو واضطراب الهلع. قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يظهر التأثير الكامل لهذه الأدوية. هنا أود أن أشير بخط أحمر تحت هذا الكلام. يجب أن نركز على هذه المعلومة أنه لا يظهر التأثير الكامل لهذه الأدوية إلا بعد مرور أسابيع، ويمكن أن يتطلب تعديلات جرعة الدواء أو متابعة دورية من الطبيب لضبط العلاج. مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية لها آثار جانبية محتملة، من بينها الغثيان والإمساك والإسهال وجفاف الفم والصداع والدوار، سنتعرف عليهم بالتفصيل أكثر. أسماؤها هذه الأدوية لدينا الفلوكستين يعرف أيضا باسم بروزاك، والدواء الثاني هو السيرتالين يعرف أيضا باسم زولفت، والدواء الثالث لدينا الباروكستين يعرف أيضا باسم باكسيل أو سيروكسات.
الدواء الرابع لدينا الفلوفوكسامين، فلوفوكسامين يعرف أيضا باسم لوفان. لدينا الدواء الخامس الستالين، ستالين يعرف أيضا باسم سيلك، سيليكيا، سيليكا. أيضا لدينا الإسكيتالوبرام، إسكاتولوبرام يعرف أيضا باسم ليكسا برو، ليكسا برو. آلية عمل هذه الأدوية كما ذكرنا مضبطات استرداد السيرتونين الانتقائية SSRI، هي عبارة عن دواء يستخدم لعلاج اضطرابات المزاج مثل اضطرابات الاكتئاب واضطرابات القلق، وتعمل هذه الأدوية عن طريق زيادة تركيز السيرتونين. السيرتونين مادة كيميائية طبيعية في الجسم تلعب دور هام في تنظيم المزاج والنوم والشهية والقدرة على التحمل. تحتاج الأدوية الأخرى التي تكرر عملية إطلاق السيرتونين في مكان أو في المكان الذي يقع فيه به العصب الأتونومي في النظام العصبي الطرفي، وعادة ما تسرع النقل، أي أنها تزيد من كمية السيرتونين التي تصل للخلية المستهدفة. ومع ذلك يعتقد أن مضبطات استرداد السيرتونين الانتقائية تكون أكثر فعالية وأمانا وأقل تأثيرا على النقل السيرتونين خارج الدماغ، مما يقلل من ظهور تأثيرات جانبية مرتبطة بدرجة ارتفاع السيرتونين في أماكن أخرى من الجسم. أدوية السيرتونين تعرفنا عليها في درس أو في حلقة سابقة بعنوان انتقال الألم. هل تستخدم لتثبيط الألم؟ مضبطات استرداد السيرتونين الانتقائية الـ SSRI ليست بشكل رئيسي مصممة لتثبيط الألم، ومع ذلك بعض الدراسات أظهرت أن استخدام الـ SSRI قد يكون له تأثير معين في تخفيف بعض أنواع الألم المزمن. يعتقد أن ذلك يرجع إلى زيادة مستوى السيرتونين في الجهاز العصبي المركزي، مما يساهم في تخفيف الألم وتحسين المزاج. ومع ذلك، إن كان لديك ألمًا مزمنًا أو حالة تسبب لك الألم المستمر، من الأفضل استشارة الطبيب المختص في ذلك الشأن. عادة هناك عدة أنواع من الأدوية المضادة للألم المتاحة، مثل المسكنات البسيطة مثل الباراسيتامول، والمسكنات غير الاسترويدية مثل الإيبوبروفين، وكذلك الأدوية الموصوفة مثل المسكنات الأفيونية والمضادات التشنجية والمضادات الاكتئاب التيتراسايكلينية. فمن الأفضل تحديد الحالة عن طريق الطبيب وصرف الدواء المناسب. جرعات هذه الأدوية، جرعات مضبطات استرداد السيرتونين الانتقائية الـ SSRI تختلف حسب نوع الدواء المستخدم وحالة المريض. في العادة تكون الجرعة البدائية في البداية للـ SSRI أقل وتزداد تدريجيا على مدار أسابيع. قد يحتاج الطبيب أيضا إلى تعديل الجرعة وفقا لاستجابة المريض وتحمله للعلاج. وهنا ملاحظة أنه يجب عدم تغيير جرعة الدواء أو التوقف عن تناوله دون استشارة الطبيب. إذا كان لديك أي سؤال أو حول الجرعة المناسبة لك، يجب التحدث مع الطبيب المعالج. أضرارها الجانبية وتدخلاتها الكيميائية، تدخلات الكيميائية للأدوية
هذه الأدوية مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، قد يكون لها بعض الأعراض الجانبية كما ذكرنا مثل الصداع والدوار والغثيان والقيء، أيضا اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك والتعب والإرهاق، أيضا اضطرابات النوم مثل الأرق أو النوم المفرط، أرق أو نوم مفرط، وتغيرات في الشهية وزيادة أو فقدان الوزن. أيضا من أثارها الجانبية القلق والتوتر واضطرابات جنسية مثل انقطاع الرغبة الجنسية أو ضعف الانتصاب، طبعا علامات للاكتئاب. بالإضافة إلى هذا يجب أن تكون أن يكون الطبيب المعالج على معرفة بالأدوية التي يستخدمها المريض، لأن هذه الأدوية تتداخل ومن الممكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية الأخرى مثل مثبطات مونو أمين أكسيداز الماو ماو إنهبيتورز، قد تزيد هذه الأدوية الـ SSRI قد تزيد من خطر تطور أعراض الاضطراب الوعائي التصلبي اللويحي مثل الضغط المرتفع والتسارع القلبي، تسارع نبضات القلب وارتفاع في ضغط الدم. أيضا الأدوية التي تتداخل معها الـ SSRI هي الأدوية المضادة للاكتئاب الأخرى. لماذا؟ لأنها قد تزيد من تأثير الـ SSRI أو تسبب تفاعلات غير مرغوبة فيها. أيضا من الأدوية التي تتداخل مع الـ SSRI لدينا الأدوية المؤثرة على النزيف. لماذا؟ لأن الـ SSRI يزيد من خطر النزيف، لذا يجب مراقبة الجرعات قبل تناول أدوية مثل الإسبرين والورفارين. هذه الأدوية، نتكلم عن العمليات الداخلية في لهذه الأدوية. يتم أيضا هذه الأدوية مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية الـ SSRI التي تعمل عن طريق تثبيط استرداد السيروتونين في الدماغ، عند تناولها يتم امتصاصها في المعدة والأمعاء، ومن ثم تنتقل إلى الدم وتصل إلى الدماغ. هناك في الدماغ تثبط استرداد السيروتونين في الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى زيادة مستوى السيروتونين المتاح في الفجوة العصبية بين الخلايا العصبية. أما بالنسبة لعملية إخراج هذه الأدوية من الجسم، فإن معظم الـ SSRIs يتم تكسيرها وتحويلها إلى مستقبلات غير فعالة في الكبد، ومن ثم يتم إخراج هذه المستقبلات الغير فعالة عن طريق الكلى بواسطة البول. لذلك فإن يستغرق وقتا للتخلص الكامل من هذه الأدوية ومستقبلاتها. يجب الانتباه أن عمر نصف الحياة أو وقت النصف لهذه الأدوية الـ SSRI يختلف من دواء لآخر، ويعني ذلك أن الوقت المطلوب للتخلص المطلوب للجسم للتخلص من نصف كمية الدواء المتناولة يمكن أن يختلف، وعادة ما تستغرق فترة زمنية من أسابيع إلى شهور للتخلص تماما من الدواء، أي أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ التأثير بالجسم، ويحتاج إلى وقت طويل أيضا حتى يتم التخلص منه وخروجه من الجسم. تصنيف هذه الأدوية بحسب منظمة الصحة العالمية وأيضا الـ FDA للحوامل.
منظمة الصحة العالمية الـ World Health Organization وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA تصنفان مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية كمجموعة دوائية تستخدم في علاج اضطرابات المزاج والاكتئاب. ومع ذلك يختلف التقييم بينهما فيما يتعلق باستخدام الـ SSRIs وتحديدا خلال فترة الحمل. وفقا لمنظمة الصحة العالمية الـ World Health Organization تصنف بعض الـ SSRI بالفئة B1 للاستخدام المحدود أو الاستخدام بعد تقييم فوائد ومخاطر استخدامها خلال فترة الحمل. ومع هذا عفوا وهذا يعني أنه يمكن استخدامها إذا كان للأم فوائد متوقعة أكبر من المخاطر. بالنسبة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA تصنف بعض الـ SSRI بالفئة C، ويعني هذا أنه ليست هناك تجارب كافية على الحوامل لتحديد مخاطر استخدامها بشكل واضح، ويوصى بتقييم المخاطر والفوائد الفردية لكل امرأة حامل. ومع ذلك فإن سلامة وفعالية استخدام هذه الأدوية خلال فترة الحمل يجب أن تتم بمراقبة وبإشراف الطبيب المختص لمعرفة الفوائد المحتملة والمخاطر المحتملة للأم والجنين. إلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من درس اليوم حول مثبطات استرداد السيرتونين الانتقائية الـ SSRI. وفي الأخير أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وأشكر الجميع على اشتراكهم في القناة، و أحب أن أشير إلى المراجع. طبعا المراجع موجودة بالكامل في المواقع العربية والإنجليزية، بإمكانكم الدخول والبحث عن الفيديو الذي تحبون أن تجدوه وتجدون أي مرجع إن تريدوه. في الأخير أشكركم من جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة ومجموعة جديدة من مجموعات التي تعمل على تنظيم السيرتونين في الجسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.